السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اعزائي. اليوم في هذا الفيديو غادي نقدم لكم الطريقه الصحيحه والمبسطه لتخزين الجبن في المجمد لتوفير الوقت والجهد في استعماله. نمر الان تعرفوا على الخطوات. اول شيء كيف ما كتلاحظوا عندي هنايا واحد الكميه من الجبن، هنايا عندي الموتزاريلا وهنا تشيدر ممزوج بالموتزاريلا. فنوعيه الجبن يعني ماشي مشكل، كل واحد كيستعمل الجبن اللي كيفضل. وانايا هنايا خديت تقريبا الكميه اللي غادي تكفيني باش نعمل المملحات الخاصه بشهر رمضان الكريم. اول نقطه بغيت نتشارك معكم، كيف ما كتعرفوا الطريقه الشائعه اللي كنحتفظوا بها في الجبن في المجمد هو اننا كنشدوه وكنقطعوه المربعات على القياس اللي بغينا وكنعملو في الورق عفوا البلاستيك الغذائي وكنحتفظو به في المجمد. فهاد الطريقه صراحه يعني ما مزياناش، لانك ملي كتحتفظي به هكا وملي كتجبديه كتبغي تحكيه كله كيبدا يتفرتت، يعني ما كيبقاش هذيك الطراوه. لذلك انايا كنفضل انني فاش بغي نحتفظ به في المجمد هو محكو. اول شيء كيسهل عليك العمليه، وثاني شيء يعني ما كيبقاش هكاك ملي كتبغي تحكيه كله كيتفرتت وكيزيد صعاب عليك العمل ديالك. وثاني النقطه بغيت نشارك معكم هو انكم ملي تكونوا تبغيو تحكوا ما تحكوش هكا مباشره، تشدوا هاد الحكاكه ودهنوها هكا بشويه ديال الزيت باش يعني كيبدا يهبط هكا بسهوله. وثالث نقطة هو انكم ملي تبغيو تحكوا الجبن ضروري تلبسوا القفاز البلاستيكي خاص بالمطبخ باش ما يكونش عنده واحد الاتصال مباشر مع الجبن، لان انا ما غاديش نستهلكوه ديك الساعة، يعني غادي نحتفظوا به في المجمد ونحكوه هكا بسهولة. فالزيت يعني كيسهل علينا نحكوا الجبن. غادي نستمر بنفس الطريقه، وكل مره صعب عليا انني نحك نشد هذا الزيت وندهن به ونكمل بنفس الطريقه. انا غادي نحك هذه الكميه كلها ونلتقيو بعد ذلك باش نشوفوا طريقه التخزين. والان بعد ما حكيت نصف كميه ديال الجبن كيف ما كتلاحظوا قمت بوضعها في حد الطبق، غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي وغادي ندخلها المجمد لمده نصف ساعه، وعاد غادي نخرجها باش نوضعها في الاكياس البلاستيكيه الخاصه بالمجمد. ونفس الطريقه غادي نعملها لكميه الجبن المتبقيه. والان بعد ما قمت باخراج الجبن من المجمد غادي ناخذ البلاستيكات اللي غادي نوضعهم فيه. فمثلا هذه يمكن لك تعملي فيها واحد الكميه كبيره، وكل مره تجبدي منها واحد شويه وتشتغلي به، او يعني يمكن لك تعمليها في هاد البلاستيكات صغيره الحجم تكون يعني الاستعمال الفردي. ونقطه اخرى يعني مهمه بالنسبه للجبن هذا، الا خرجتيه من المجمد وما استعملتيش يعني فاكثر مده يقدر يبقى فيها في الثلاجه مزيان هو 3 ايام، يعني تحاولي انك ما تفوتيش مده 3 ايام. وغادي نعمل هكا الجبن ديالي في البلاستيك ونلتقيو بعد ذلك. ها هو الجبن ديالي صباح جاهز للتخزين في المجمد، وكيف ما تابعتوا معايا فالطريقه جد سهله، يمكن لكم هكا تستعملوه بسهوله. ونتمنى ان فكره اليوم تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش تشاركوها مع اصدقائكم واحبابكم، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.